اعرف عليك. ايوه حبيبي. عرف نفسك. ابراهيم مرسي. ايوه النهارده كنت بتقول لي في طلبات عايز تتكلم فيها. في الحريه والعداله والكرامه. والكرامه يا باشا، الثوره قامت عشان الكرامه والحريه والعداله الاجتماعيه، ولا حصل حريه ولا حصل كرامه ولا حصل عداله اجتماعيه، والثوره بقى لها 9 شهور واحنا رايحين فين؟ انا بقول للمجلس العسكري جرب الحريه والكرامه للمصري والعداله الاجتماعيه، عيب قوي يعني لما نسيب الشعب كده يبهدل في البلد. ميدان التحرير دي تعتبر زي جبل عرفات، زي مشعل الحرام، زي مزدلفه، احنا بنيجي هنا اللي عايز يتطهر يجي ميدان التحرير، هم مكتفين ليه يجوا؟ يجوا ميدان التحرير ويسمعوا صوت الشعب بيقول ايه وبيطالب بايه وايه اللي وجعه وايه اللي تعبه، يجوا هنا المجلس العسكري ويسمعوا بودانهم ويشوفوا الشعب، مش يقعدوا في المكاتب هناك ويجتمعوا بالوزراء ولا حاجه بتتحقق من مطالب الثوره. لحد دلوقتي الثوره لسه قايمه مفيش حاجه اتحققت منها. انا زي ما قلت لحضرتك عايز الجو يهدى والعمل يدور والبلد تبقى حلوه احسن من الاول، اعمل لي كرامه وحريه وعداله اجتماعيه، وخاصه ان احنا شعب كنا محرومين من الحريه ومحرومين من الكرامه ومحرومين من العداله الاجتماعيه، ولسه بنجرب الحريه يا جماعه. والحزب الوطني بقى انا عايز اقول له كلمه، الحزب الوطني انا عايز اقول كلمه، هتقولوا لي في ناس، هتقولوا لي الحزب الوطني في ناس وحشه وفاسده وفي ناس كويسة، أنا هكلم الناس الكويسين في الحزب الوطني، بقول لهم لو سمحتوا ابعدوا عن الأعمال السياسية دلوقتي وسيبوا المعارضة تشتغل، مش هي دي المعارضة اللي كانت بتعارضكم 30 سنة ومش مدينها فرصة؟ طيب سيبوا لهم الملعب بقى، سيبوا لهم مجلس الشعب، يمكن يصلحوا البلد، يمكن يصلحوا البلد وخلوها حلوة، والله ما صلحوش البلد هنقول لكم تعالوا تاني وادونا على قفانا تاني وادونا بالجزمه تاني وادونا بالبلغه تاني وسلونا تاني. الحزب الوطني مع احترامي لاحسن واحد فيك يا حزب يا وطني يبعد عن الاعمال السياسيه ويبقى كتر خيره وشكرا. شكرا. شكرا. العفو حبيبي.